واش فراسكم الكاميونات سميتها فليفلة والفان راه وجد. بغيتكم تتبعوا معايا مزيان حيت في هذا الفيديو هادي غادي تقدروا تربحوا شي حاجه، ولكن تبعوا معايا في الفيديو كامله وغادي تعرفوا اشنو غادي تقدروا تربحوا. غادي ندير لكم بريزونطاسيون ديال الفان كامل وحتى نقول لكم يلا عقلتوا مما كان حتى حاجه في هذا الفان داكشي كامل خاوي. اول فيديو اللي حطينا شهر شهر ونص تقريبا ياك، وبحطيت لكم واحد الفيديو ديال الابديت فين كنبداو نديروا طرابوات نديروا داكشي كامل. ودابا اخيرا الفي 1 خرجت. علاش كنقول لكم في 1؟ حيت غادي يكون في 2 في 3 في 4 ان شاء الله، وحنا غاديين حيت دابا كنمشيو كنتعلموا وما كانش عندي الوقت باش نقدر نكمل داكشي كامل اللي كان خاصني ندير. اليوم جيت لاكادير حيت ديبار اليوم خاصني نمشي الطريق صحراء وما كانش عندي الوقت باش نكملو في كازا. جيت لاكادير وكملته هنا غير باش نديباري ونشط الطريق. المهم بركه من الهضره يلا نوريكم داكشي. كتدخل هنا هادي هي بارتي فين درنا لافافو، هي كتجي كتحل الماء الطان كتغسل وجهك كتبوكس مع المرايه بحال قلت لك. قلت لكم كاين هذيك المرايه الزوينه ديكوراسيون دوك لي بلونت زوينين واحد التوشيه اي 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 حتى نحط لكم واحد الفيديو زوينه في انستغرام. هي هادي هادي غادي نقدروا نصوبوا لي بلا زوينين اتاي كبو داكشي في الصحراء وتبعوا لافونتور حيت داكشي غادي يكون ناري. يا سلام هنا درنا داكشي ديال الماء ولكن ما عرفتش واش وقع ليا. اي جات لي واحد لافويت البارح كنحيد في الماء ودابا ما عنديش الماء. الماء راه ما خداماش ولكن كاين لا بومب وطونو خاصني قادو وعاد نمشي بحال قلت لكم في 1. كتجينا عاوتاني عندك واحد ليسباس ديال رونجمون تحت هذا لافابو هذا اللي زوين. شوف شوفوا لي فينيسيون كي داير داكشي زوين حسام داكشي ديال الدار. وكاين واحد التوشيه سولتوني كاملين على قبلها اللي هي الدوش. هنا ماشي الدوش عاديه، هنا راه الدوش والتواليت. كيفاش غادي ندير لها؟ يلا نوريكم. كتجي هنا التواليت فين خبيتو؟ خبيتو هنا كتحل الباب كتجي كتجر هادي وكتجر التواليت. كتجي كتحل التواليت هنا طن دابا ما كاينه رولاكس. كملتي كتسد هادي لودور ما كتبقاش. داكشي كاين واحد البروجي لداخل باش داك لودور ديال نتوما الا عرفتو عرفتو ما كيبقاش. كتجي كتدخل هادي هنا بوم وتسد الباب صافي ني فو ني كوني. كاينه الدوش هنا كتجي دوش فيها ثلاثه هاد لي سورتي، فيها السورتي الفوق كتجي كدوش كتخشي وجهك طن. كاينه هادي الا بغيتي تغسل بحال هكاك وكاينه ديال التحت الا بغيتي تغسل رجيلات. زيد شوفوا لي هاد المرايه هادي ماشي مرايه، شوفوا لي هاد الدجاج هذا درناها باش الضو يقدر يدخل ديريكت. وهنا درنا واحد بحال واحد الكرانولي باش ملي كدوش هنا ما كيبان لك والو، ها ما تقدروا تشوفوا والو. الكوزينه نقدر ناخذ هذا نحطوه هنا ولا نحطوه هنا ولا نحطوه هنا اللي بغيت. علاش اختاريت انا واحد الكوزينه واحد البوطه لي موبيل؟ حيت مره بغيت نخرج بحال دابا راه كاينه الشميشه واعره نجي نحط بلا بقى ندير دوك الطواجن بقى ندير داك الفاخيتاس وداك الشيء كامل. ادخلوا عندي ادخلوا عندي بركه يلا. هنا كليساز زوينه كتجي هنا ماكينه خدمه بالبيسي المونتاج داك الشيء كامل باش نصور لكم داك الشيء زويون. ندير داك الشيء ديك المونتاج باش نحط لكم فلوغ كل سيمانه ديال هذا التخيب ديال موروكو. كتجي هنا تقدر تاكل الا ما بغيتيش تاكل برا ولا شي حاجه. هاد الشريجم هذا كيجي كيتحل كيتسد سيكوريتي كتجي كتحلو حتى هو راه فيه فيمي زوين. هادو كتهزهم وكتلقى الرونجمون. هذا الرونجمون درتو ديال الصباط. علاش؟ حيت الصباط ما كنلبسوش بزاف انا في هاد التريب هذا من غير الا كنت غادي نمشي لواحد السيتي ولا شي حاجه بحال هكا ولا بغيت نصوب. كنجي كناخذ الصبيبات هنا وكاين واحد الرونجمون كنخليه هنا. علاش درتهم هنا؟ حيت اتس نوت ايزي تو اكسس ذات ماتش. كنجي كنحطو بوم سكراتش كوسانات غاديين الامبيونس زوينه حتى هي. عندنا ليسباس دو رونجمون. هنا حطيت واحد الثلاجه ولكن عندي واحد المشكل حتى نقولها لكم من بعد راه غادي تشوفوا ديك المشكل. كتجي هنا عندك الرونجمون حتى هي ياك كاينه بزاف ترونجمون تبارك الله. مهم هنا عندك الرونجمون حتى هي واحد لي زيتاجير داكشي واعر. ودرنا لي واحد الفينيسيون باغداج كتجي هنا كاينه واحد الفينيسيون باغداج باش يدي الديكور يجي داكشي شي حاجه
صراحه شي حاجه فنيونه. يلا هبطنا هنا، راه عندنا واحد لي سباس ديال رونجمون، راه فيه تبارك الله بزاف الحوايج وتقدر تاكسيسي داكشي اللي كاين من اللور، تخشي داكشي من اللور وتقدر تاكسيسيه من هنا. كاين البلونج دو سور، حتى نمشيو نشوفو من داك اللور زيا حتى غادي تفهموا داكشي كيتسد مزيان. علاش؟ حيت ملي كتصوب ملي غادي انت في الطريق داكشي ما خاصوش ما يتحرك، حيت الا بدا داكشي كيتحرك راه داكشي كامل غادي يطيح. وهنا عندنا الفراش زويود، واحد الفراش ديال 130، داكشي مزيان، فيه 130 على 176، والله كان الله غادي كنقيس بالرجيلات. هنا عاوتاني عندنا ستورج، ياك عندنا ستورج هنا كومبارتيمون كامل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال لي بلاكارات هنا. وشوفوا ليا هاد الديتاي، هاد الديتاي داكشي واعر. عندنا واحد الحاجة أخرى لي صراحة باقي ما قدرت نتيستي، اللي هي هاد الليد هذا اللي كاين هنا. علاش ما قدرتش نتيستي؟ حيت ملي كنشعلو الضو كيطيح ليا، حيت عندي واحد لومبيراج شويه طايح، ولكن حتى من بعد قلت لكم في 2 غادي نقدر نقاد داكشي كامل. وبقى حتى الاخر باش تعرفوا شحال تقام عليا داكشي كامل، ولا غير نتوما غادي تقول لي شحال تقام عليا. المهم جبان لكم نوريكم داكشي اللي كاين لتحت. يلا شوفوا ليا هادشي، هاد الكوفر هذا دوك داش، كاينين بزاف الحوايج صراحه شفتهم هنا، حيت بحال اللي قلت لكم راه غادي ندير شهر ديال رو تريب وخاصني بزاف الحوايج. درنا شي حاجه زويونه هنا اللي هي واحد الطبله اللي كتخرج، كتجي هنا جالس عادي، عندك كاس الاتاي بغيتي تشربو، عندك شي حاجه باغي تاكلو كتاكل هنا، عندك لا في زويونه. كملتي خاصك تكون صحيح شي شويه. هنا كاين بزاف طرونجمون، شرينا واحد الكراسة زويونين. وحاجة اللي مهمة هي الباتريات، عندنا هنا جوج باتريات، واحد الباترية فيها 280 أمبير و 12 فولت 12.8 فولت، وعندنا هنا واحد الكونفرتيسور اللي هما مهم. عندنا هنا هاد لاباري، هاد لاباري الصغير هو اللي كيشد الضوء من الطاقة الشمسية اللي عندنا الفوق، اللي كيصيفط هنا ديريكت وكيشارجي ليا الباتري باش الباتري تبقى مزيان مع الشميشه ديال المغرب. الشميشه ديال المغرب ما عمرك غادي تكون عندك مشكل بالباتريات. شوفوا ليا هاد الجوانت، هادو سبرينتور اللي دارهم ليا كي بي اس ويلز. مشيت عنده قلت ليه شوف بغيت شي حاجه غادي تحمق الناس ديال الفان، نورمالمون ما كديرش جوانت دوك الفان وداكشي. انا قلت لا ضروري نحط واحد الجوانت واعرين، كيبانوا لكم قولوا لي في لي كومونتير واش بان لكم داكشي واعر ولا لا. ها انتوما واحد الاوبغريد اخر اللي درت، درت فيمي في الدجاج باش داكشي يجي واعر كيحمق. المهم اجيو لعندي انا غادي نقول لكم شي حاجه زويونه بعدا نجلسوا مزيان. قلت لكم راه بقيتوا حتى الاخر ديال هذا الفيديو غادي تقدروا تربحوا شي حاجه. اشنو غادي تقدروا تربحوا؟ واحد الابل واتش. انا اليوم غادي نعطيكم واحد الكادو اللي هي واحد الابل واتش. علاش؟ حيت فرحان اليوم، فرحان درنا هذا البروجي وبغيت نشكركم بزاف، حيت ما نقدرش ندير هذا البروجي الا نتوما ما كنتوش معايا وما كتفرجوا في الفيديوهات وكتشجعوني وكنتلاقى معكم في الزنقه. دونك باش تقدروا تربحوا هذا الابل واتش خاصكم تقولوا لي شحال تقام عليا هذا الكاميون كامل، هذا الفان باش ندير ليها ترانسفورماسيون كامله، في نظركم شحال تقام عليا؟ وغادي نختار واحد منكم اللي غادي يربح هذا الابل واتش. غادي نعطيكم غير واحد لاندي زويون، راك نتوما عرفتوا بشحال شريت هاد الكاميونات، راه ب 23 مليون، زيد عليها دوك لي فخي ديال لونجيسترومون ديال داكشي، داك لومولوغاسيون والتخربيق والطنطان والعود وداكشي كامل، راه غادي تقدروا تعرفوا. ها هو انديس الاول، نعطيكم انديس الثاني باش نقدر ندير الترافوات كاملين، راه تقام عليا تقريبا 60,000 درهم. ياك زيد نكملوا معكم ديك الجروب الكترونيك داكشي كامل، بانو ابانو غير بانو تقريبا واحد 1500 درهم، زيد عليها مان دوب، زيد داكشي كامل، زيد عندك داك السيستم سولير اللي كاين لتحت اللي جبت من برا، هذاك تقام عليا غالي تقريبا 40 ولا 50,000 درهم مع لي زاكسيسوار ديالو مع التواليت مع داكشي كامل، حسبوا 40 50 تقريبا. وكاينين واحد الهيدن فيز اللي دائما خاصك تقدر تفكر فيهم، حيت دائما بغيتي تشري ديكوراسيون لي زاسييت داكشي كامل، راه ضروري غادي تقام عليك اكثر. بروجي كامل انا عندي الثمن تقريبا، خاصك تعطوني نتوما الثمن اللي تقام عليا داكشي، الا جبتوه هو هذاك ولا حنا غادي نقولوا واحد ليستيماسيون ديال 10,000 درهم، واحد الكاب ديال 10,000 درهم غادي تقدروا تدخلوا باش تربحوا هاد الابل واتش. نتمنى عجبكم هاد البريزونطاسيون، حيت راه دابا غادي ندورو في المغرب كامل باش نقدروا نتساراو نصورو شي فلوقات زويونين ونبينو لكم هاد المغرب زويون. يلا دونت فورغيت تو لايك
subscribe and turn on the notification button. ما بغيتيش ما تشوفوش الفيديو. يلا ما تزفش.